توري. تبدأ اللعبة بزيارة مفاجئة من قوة الدفاع اليابانية لبطل اللعبة والأجزاء السابقة ريو هايابوسا لإبلاغه بوجود جماعة إرهابية بتستدعي وجوده في مدينة لندن. وفعلا بيلبي ريو نداءهم وبيروح للمدينة برفقة ميزوكي ميكلاود أحد أعضاء قوة الدفاع. وأثناء وجود ريو في لندن بيتواجه وجها لوجه مع قائد الجماعة اللي بيقوم بتنفيذ تعويذة أو لعنة على يد ريو اليمنى، وبيخسر ريو سيف الأسطوري The Dragon Sword في العملية وبصعوبة بينفذ بحياته. Hurry up or you won't make it. الجماعة بتهدد بتدمير العالم بسبعة أيام، والتعويذة بتهدد حياة ريو، ومن هنا بتبدأ اللعبة وبتحتم على ريو إنه يمنع الجماعة من تدمير العالم وبنفس الوقت يبحث عن طريقة لإزالة التعويذة. من الأشياء الجديدة اللي ضافوها في هذه النسخة هي بعض المراحل اللي راح يتحكم فيها اللاعب بشخصية جديدة اسمها أياني، اللي اللاعب راح يشوف أحداث القصة من منظورها ويشاهد إيش دورها في القصة. الأجزاء السابقة في هذه السلسلة مش معروفة بعمق قصصها، لكن للأسف قصة هذا الجزء هي الأضعف. أحداث القصة عادية تفتقر للحظات مميزة. من اللحظات القليلة اللي وجدتها مميزة في هذه القصة هي لما ريو يزور قريته، ممكن لأنها ذكرتني بالأجزاء السابقة. فإذا كنت تبغى تلعب هذه اللعبة عشان قصتها فهذه مو اللعبة المناسبة لك، مو بسبب قصتها الأقل من عادية، بل لأنه هذه السلسلة معروفة بنظام قتالها وأمور أخرى ومو بقصتها. Take care.